قبل ما ننتقل لفقرتنا الثانية، خلينا نروح لزميلنا محمد مراد ونتعرف منه على الناقد الرياضي طبعا، ونتعرف منه على آخر ما يدور في استاد القاهرة. محمد ازيك؟ ربنا يخليك يا محمد، يعني سعداء طبعا بوجودك معانا. عايزينك تقدر على قد ما توصف، على قد ما تقدر توصف لنا ماذا يحدث في استاد القاهره الان. يعني هو دقايق ويبتدي الحفل، طبعا حفل الافتتاح دلوقتي. كلمات الكابتن احمد رئيس الاتحاد الافريقي، والوزير سياده الوزير اشرف صبحي دلوقتي بيقول كلمه افتتاح البطوله. طبعا المدرجات يا كابتن اسلام كنا نتمنى انها تبقى ممتعه عن الاخر، لكن طبعا البطوله ليست بقوه طبعا بتاع المنتخب الاول او هم. معلش يا محمد انا ممكن اقطعك في النقطه دي، هل كان هناك عدد محدد من قبل الامن ولا الامور كانت مفتوحه؟ هو لا، الاستاد مفتوح على اخره، السجاكر مفتوحه على اخرها يا كابتن اسلام. تمام. لكن يعني لغايه دلوقتي حوالي موجود حوالي من 20 ل 30 ألف متفرج، ولسه الجماهير بتدخل يعني. والحقيقه ان في تسهيلات مؤخرا في دخول الجماهير، مش لازم الفرع يدير، اللي معهوش فرع يدير ما بيدخلش فيه لا رسمي، لكن كان في محاولات من قبل الدوله والمسؤولين عن الرياضه تحديدا ان يتم السماح بتواجد اكبر عدد من الجماهير. لا ويعني مباراه الافتتاح طبعا هتبتدي الساعه 7 انت عارف دلوقتي بدينا حفل الافتتاح. الجماهير زي ما قلت حضرتك لسه متوافر على الملعب لغايه دلوقتي، يعني ان شاء الله نعمل في الساعه المتبقيه دي الاستاد حتى نصفه يكون ممتلئ. لغايه دلوقتي الكابتن شوقي ما اعلنش عن التشكيله، الاستاد يعني شايف ويعلن عنه، لكن يعني كان في بعض التشكيل المقترح يعني او المتوقع، محمد ثومه في حراسه المرمى، واحمد ابو الفتوح، واسامه جلال، ومحمود جزار، وعمار حمدي، ورمضان صبحي، وافضل توفيق، واحمد مصطفى او احمد بكر، وطبعا حاطر ماهر، وصلاح محسن، وفتح امام مصطفى محمد. طبعا حفل الافتتاح يعني هيشيل دلوقتي كابتن اسلام، وطبعا شاف هم شبابي اكثر من اللي هم يعني الاسامي المعروفه، فرقه شموخه من الفرق المنتشره مؤخرا وسط الشباب المصري. طبعا ونسمه محبوب طبعا من نجمه احد البرامج الغنائيه الشهيره، وان شاء الله الاغنيه يعني ان شاء الله تعجبكم، وشفنا في حفل الظروف يعني حاجه كويسه، وان شاء الله هتظهر بشكل مميز. طبعا الكل هيقارن في بطوله امم افريقيا للكبار وبطوله الاستاد. ما انا لسه كنت عايز اسالك في النقطه دي، هل التنظيم يقارب اللي احنا عارفينه؟ ان التنظيم نفس التنظيم تقريبا، يعني طبعا نفس كلها كابتن اسلام في البطوله دي. طبعا الملاعب كلها بسم الله ما شاء الله جاهزه، واستاد القاهره يعني حاجه تفرح، يعني حتى الافارقه فوق بيصوروا صور مع ارضيه الملعب، المنتخبات دي كلها بتصور ارضيه الملعب، بيصوروا صور تذكاريه. طبعا يعني كنا نتمنى زي ما قلت لك في الاول ان الماتش الاستاد يبقى مليان على الاخر، لكن ان شاء الله النهارده المنتخب الاولمبي يقدم عرض كويس ويحقق الفوز، ويبقى ان شاء الله يعني بادره خير ان الجماهير تحضر كده ماتش غانا وماتش كاميرون باذن الله اللي جاي. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا المتالق دائما محمد مراد الناقد الرياضي، الحقيقه ادانا صوره